السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه بنرحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج نكهه خاصه النهارده، ومعانا الدكتوره روعه اخصائيه التغذيه. مرحبا بك يا دكتوره. مساء الخير عليك شيف محمد، مساء الخير على كل مشاهدي نكهه خاصه. ان شاء الله يا رب الليله الحلقه تكون مفيده لكم وكمان تعجبكم. اليوم احنا عاملين لكم اصناف مختلفه تماما عن الاصناف في الحلقات اللي فاتت، وكمان عاملين لكم نوع من انواع العصائر المفيده جدا وصحيه جدا في فتره شهر رمضان الفضيل. وكمان حنتكلم في الروشته الغذائيه عن حاجات مهمه جدا جدا، يا ريت نتابعها كلنا لانه حنستفيد منها ان شاء الله. نشوف شيف محمد عامل لنا شنو اليوم. طبعا يا دكتوره، في استمرار دايما ان احنا بنقول لازم يكون في دايما موضوع ان في شوربه على أيوة. بالذات على الفطور. فالنهارده عاملين برضو شوربه خضروات مضروبه ميكس مع بعض كده، مجموعه خضروات، وعاملين كمان صينيه بطاطس مع اللحم في الفرن. ممكن تعمليها طاجن، ممكن تعمليها صينيه، ممكن تعمليها مطبوخه عاديه، بكذا طريقه ممكن تعمليها، نشرحها مع بعض النهارده. وهنعمل كمان العصير البنفسجي اللي هو عصير الكركديه مع الاناناس. دي اطباق اليوم النهارده. ممكن نشوف مع بعض النهارده اول طبق، نشوف صينيه الدجاج صينيه اللحمه مع البطاطس، ونرجع مع بعض مره ثانيه. احنا دايما بنقول صينيه البطاطس دايما بنكون مقطعينها اي تقطيع انت عاوزاها، بعد كده احنا ممكن نقطعها مكعبات، تقطعيها مربعات اكبر، تقطعيها حلقات زي كده. كل دي طرق لتقطيع البطاطس على حسب الصنف اللي انت بتحبيه طبعا، او افراد الاسره بتحبه وشكل ايه. أيوة. اهم حاجه لما تيجي تقطعيها تقطعيها وتحطيها في ميه على طول عشان ما تتفاعلش مع الجو ويبقى لونها متغير، بتتغير اللون الاسود. أيوة. طبعا فانت دايما بنقول لك انقعيها في ميه لحد ما تكوني مجهزه كل حاجاتك، بعد كده تنزلي بيها على النار. طبعا. نخليها كده في الميه جنبنا وهينزل بالماده الدهنيه كده. طبعا نطعمها ببصله كده خفيفه. هتقطعها عادي ما هتكون صغيره؟ ممكن اقطعها يا دكتوره حلقات عاديه او ترنشات كده، او ممكن تفرميها ناعم على حسب بقى طبعا ما انت بتحبيها يعني. بس هي طبعا مع تدبل الاول على النار، مش محتاجه ان انت تقطعها صغيره جدا يعني. انت بتدبليها الاول مع البطاطس. طبعا التقطيع ذاته عنده اثر في القيمه الغذائيه بتاعت الوجبه بتاعتنا. يعني مثلا احنا الليله لو عايزين الخضروات بتاعتنا ما تفقد القيمه الغذائيه بتاعتها، او ما تفقد كميات كبيره من الفوائد الغذائيه اللي هي فيها، نحاول قدر الامكان نقطعها باحجام كبيره. كل ما قل الحجم بتاعها كل ما فقدنا كميه اكبر من الفوائد الغذائيه اللي هي فيها. فدايما افضل حاجه ان احنا ناخذ الحاجه احنا عايز حابين نتناولها ان نقطعها هي كبيره، اذا احنا حابين نستفيد من القيمه الغذائيه بتاعتها. يا دكتوره بننزل بكده بالبصل الاول مع الماده الدهنيه، تقلبيها كويس بقى. ممكن تستعملي سمنه، زيت، اي شكل انت بتحبيه. نخليها بس تدبل ما تتحمر، في ناس بتحبها محمره، احنا بنخليها تدبل بس بالشكل ده. وبعد كده ننزل بالبطاطس معاها. كمية مناسبة مع كمية اللحمة. طبعا اللحمة بنكون حطيناها في السلق بالشكل ده كده، يكون معاها طماطمية مثلا، بصلاية، فصين توم، ورق لورا، حبهان، قرفة، فلفل اسود، كل ده بنحطه مع الشوربة ونخليها تغلي، تكون اللحمة مستوية جاهزة عشان البطاطس طبعا ما بتاخد معاك سوا. تمام. نقلب كده مع البصل. طيب يا استاذ محمد، في بطاطس بتكون اللازم ممكن تستعملها بالقشرة بتاعتها في الوصفة دي ينفع؟ لا، في الوصفه دي احنا عشان نعملها طاجن ما هتنفع. في ناس بتحب تديها نص سلقه، بتنزلها بالقشره بتاعتها بعدين تقشرها وتبتدي تقطعها نص سوا. تمام. دي طريقه سريعه ممكن تعملها، بس هي دي بتعوضك برضو نفس الطريقه اللي احنا بنعملها، اللي هي ممكن تقلبيها كده يعتبر بتاخد نص سوا على النار، بعد كده بتدخليها فيها. تمام. تمام. نبتدي بقى ننزل عليها برضو بطماطمايه تقطعها كده، او تحطي طماطم مضروبه في الخلاط مفيش مشكله. حطي معاها سم فلفل كده اخضر
شطه، الناس اللي بتحب الشطه بالشكل ده نقلبها تقليبه. في ناس بتحبها لونها ابيض يا دكتوره، ممكن ما تضيف ولا طماطم ولا صلصه. في ناس طبعا عشان تطلع لونها وردي حلوه معاكي بنضيف لها طماطم وكمان معلقتين صلصه كده خفيفه. تمام. طيب بالنسبه للناس اللي بيعانوا من التهابات الجيوب الانفيه او عندهم نزلات البرد، دائما بيحتاجوا لنسبه عاليه من فيتامين سي. اذا ما عندكم مشاكل مع الشطه عموما، بقول لكم انكم تتناولوا الشطه الخضراء لانها مفيده جدا وغنيه جدا بفيتامين سي. يعني حجمها صغير ده بتلقى فيه، والنسبه من فيتامين سي بتعادل حاجات ثانيه اكثر، يعني من القيمه من القهوه في حاجات ثانيه. ده اذا احنا ما عندنا معها مشاكل، غير ذاك انه بتعالج التهاب الجيوب الانفيه بتساعد في علاجه. طبعا دكتوره، ده ما احنا طبعا عاملينها مع الشوربه بتاعت اللحمه نفسها. ممكن احنا طبعا ما بنطعمش اللحمه خالص زي ما اتفقنا، بنديها بس البهارات بتاعتها. أيوة. مع الملح طبعا. عشان تستوي معاكي بسرعه. بعد كده ممكن نستغل الشوربه بتاعتها، ناخد منها جزء تسوي البطاطس شويه، وبعدين تضيف عليها اللحمه وندخلها في الطاجن. لو انت عاوزاها ناشفه طبعا ما بتزيد الشوربه كتير، حاجه بسيطه بس لتسويه البطاطس. تمام. هنبتدي نطعم هنا البطاطس، شويه قرفه صغيرين، شويه فلفل، جنزبيل، شوية حبهان، حبهان كده صغيرين، وفلفل أسود، آخر حاجة طبعا هنضيفها الملح زي ما اتفقنا بعد ما نظبط الطعم كله عشان اللحمة تكون معاها الطعم كلها طعم واحد. ده غير انه الملح بذاته لو تضاف للحوم الحمراء او اللحوم عموما قبل ما تستوي بنقص من القيمه الغذائيه بتاعت الوجبه بتاعتي. يعني اذا هي بتديني يعني من الفوائد الغذائيه اللي هي داخله جسمي بتقل كثير، او بتقل يعني حاجه ملحوظه اذا احنا ضفنا الملح في البدايه. فيا ريت دائما نحاول قدر ما نقدر اللحوم عموما نحاول نديها الملح بتاعها اخر حاجه الطعام بتاعها نديه بعد ما هي تستوي. بتطلع عادي مستويه بيكون طعمها حلو، وزي ما قال شيف محمد انه برضه بيأثر في السوى بتاعها. يعني ممكن لو ضاف لها ملح ما تستوي بالسرعه اللي هي بتستوي بيها بدون ما اضافه الملح. طيب زي ما انت شايفه كده يا دكتوره، بطلع اللحمه بجزء من الشوربه بتاعتها عشان تسوي البطاطس، ما بخليها تقيله. لو طبخه عاديه لو انت مش هتعمليها في الفرن ممكن تخليها طبخه عاديه بتزود نسبه الشوربه شويه. تمام. تمام. نبتدي نقلبها كده ونسيبها 5 دقايق كده على النار تاخد نص تسويه، وبعد كده عشان تتطعم كلها بطعم اللحمه، وبعد كده نحطها في الصينيه بتاعتنا وندخلها الفرن. تمام. طبعا القيمه الغذائيه اليوم لطاجن اللحمه مع البطاطس طالعه من كل 100 جرام، كل 100 جرام بيدينا من السعرات الحراريه 292 سعر حراري، كمان من الدهون بيدينا 17 جرام، الكربوهيدرات 22 جرام، البروتين 9 جرام. زي ما ملاحظين بنلقى الكربوهيدرات عالي والبروتين عالي. ليه؟ لانه احنا اللحوم مصدر من مصادر البروتينات، والبطاطس اللي هي معموله من اساسيات الطبق لليوم يعتبر مصدر من مصادر النشويات. طيب دكتوره كده نسيبها 5 دقايق كده على النار، وبعد كده نبتدي نجهزها بالطاجن بتاعنا. تمام. عندنا طبق تاني النهارده شوربه الخضار المضروبه. عندنا شوربه طبعا مكونه من جميع الخضروات يا دكتوره. المضروبه دي يعني ممكن تحطي صنفين لثلاثه لاربعه لخمس اصناف، مفيش مشكله. اي عدد انت بتحبيه او بمذاق معين بتحبيه في الخضروات ممكن تضيفيه عليه. في ناس بتحب البطاطس والجزر بس، في ناس بتحب تضيف فاسيلا، فاصوليا، خضار بتاع ده، كوسه، بطاطس، كل ده خضروات ممكن تضيفيها كلها مع بعض. انت النهارده ممكن تكون عندك صنفين بس في البيت برضو اسمها شوربه الخضار المضروبه، بتطعميها بصل وثوم، او ممكن تستغني عن الثوم لو بتحب البصل بس بسيط، وبعدين نضيف الجزر والبطاطس واي نوع خضار ثاني انت عاوزاه عندك في البيت. طبعا. ممكن نشوف مع بعض المكونات ونرجع نعملها ثاني مع بعض.
رجعنا مع بعض مره ثانيه وهنعمل دلوقتي مع بعض شوربه الخضار المضروبه دكتوره. وزي ما اتفقنا بنقطع البطاطس كده، كل الخضروات دايما يا جماعه لما بنيجي نخلطها ونضربها بنعملها حجمها صغير عشان تستوي معاك بسرعه وفي نفس الوقت تكون سهله في الخلط. سواء انت هتعمليها في الخلاط او تعمليها في الكبه او المضرب بتاعك اليدوي، اي حاجه انت تستعمليها الفرم او الطحن عموما، ممكن الخلاط او ممكن المضرب اليدوي المكسر الصغير ممكن تعملي بيه اي شكل. تمام. هنعمل بسله، فاصوليا، جزر، بطاطس، وهنضيف عليهم بصلايه كده صغيره، عود كرفس لو عندك، او عيدان الكزبره الخضراء برضو بتديكي طعم جميل جدا في الشوربه. وممكن نضيف عليها كمان حبه طماطم واحده لان الناس بتحب اللون الاحمر الوردي شويه. ممكن تستغني عن الطماطم وممكن تحطيها، او لو ما عندك ممكن بطرف معلقه كده بس، معلقه صلصه خفيفه تديك لون وردي حلو للشوربه. تمام. هنبتدي برضو بنفس الطريقه، هننزل بالماده الدهنيه، بعد كده نقطع البصله برضو حجم صغير لان كل الخضروات دي هتتضرب، فمش مش شرط الحجم يا دكتوره، ممكن نقطعها صغيره جدا. حط بصله واحده كده عشان الدكتوره بس ما تتعبش. شكرا لك. طيب طيب الشوربه لليوم اللي هي شوربه الخضروات طبعا مفيده جدا وصحيه جدا، بالذات للناس اللي بيعانوا من ارتفاع في الكوليسترول، برضو كمان الناس اللي عاملين دايت او حتى الناس اللي حابين يحافظوا ما عاملين دايت، برضو بقول لهم انه ممكن يتناولوا زي ما هم عايزين من شوربه الخضروات. ما ممكن يعني في ناس عندهم اعتقاد خاطئ جدا انه لا في بطاطس في جزر معناها مفترض ان احنا ممنوعين منه تماما. لا، البطاطس هو الجزر اذا هم محمرين، بالذات البطاطس لما نخش مع ماده دهنيه هنا بياثر التاثير السلبي وتبقى سعراتها الحراريه بتاعته عاليه جدا. اما غير عن كده انه هو مسلوق فبتكون صحي جدا وسليم جدا وممكن عادي انه اي زول يتناوله. الكوب الواحد منها بنلقى انه السعرات الحراريه بتاعته ما كثيره، بالعكس عاديه جدا. نشوف شيف محمد اول حاجه حيتم لنا كيف، بعدين نتكلم عن القيمه الغذائيه بتاعته. طيب دكتوره زي ما شفنا مع بعض اهوت، انا ضفت كل الخضروات بس بعد ما نزلت البصل الاول طلعت ريحتها. وبعد كده ننزل بالخضار، ناخد تقليبه كده صغيره، هنكون مجهزين نفسنا. طبعا لو انت عامله شوربه بتاعت اي نوع من اللحوم الدجاج عندك ممكن تستعمليها، لو ما عندك احنا طبعا وريناكم ازاي تعملوا مرقه الدجاج في البيت. أيوه. بتعمليها وتكون جاهزه عندك في القوالب بتاع الفريزر، تطلعي منها اثنين قطعه ومعاها شويه ميه سخنه عشان تستوي معاكي وتديكي طعم ومذاق حلو جدا. للناس اللي ما بتحب طعم الشوربه باللحوم او الحاجه دي ممكن تستعملها بس بميه عاديه. تمام. هنقلب كل الخضروات دي كلها كده مع بعض، بعد كده ننزل بميه سخنه. طيب شيف محمد هسه ذكر قال انه ممكن يعملها مع الشوربه اللي هي عندي سواء كانت لحمه او فراخ او ممكن بالمويه العاديه. اليوم احنا عملنا بالمويه العاديه والقيمه الغذائيه بتاعتها طالعه بحيث انها هي معموله بالمويه العاديه، لكن اذا انا قمت عملتها بنوع ثاني من انواع الشوربات الثانيه هنا بلقى انه القيمه الغذائيه بتاعتها ارتفعت زياده، بالذات انه بلاقي انه اللحوم عموما لما ادخل الشوربه بتاعتها للثلاجه واجي اطلعها بلقى في طبقه بيضاء من فوق دي بتكون كلها عباره عن دهون، فانا عشان احافظ على روحي واتناول منها زي ما انا عايزه واحس انه انا في امان ممكن ادخلها الثلاجه شويه واطلعها واشيل الطبقه اللي فوق دي، كده انا بكون نقصت كميه الدهون اللي هي فيها وبتبقى لي انها كمان صحيه حتى لو زول بيعاني من ارتفاع في الكوليسترول او حتى لما اجي اعمل الشوربه عشان اتخلص من الدهون. خدت اللحوم تكون صافيه ما يكون فيها جزء من الجلد بتاع الدجاج او الدهن اللي بيكون في اللحمه اشيله تماما، يكون اللحمه تكون صافيه عشان ما تاثر معي تاثير سلبي. طب يا دكتوره انا هنا زي ما اتفقنا ضفنا بصل، الكرفس ممكن تحطي عود واحد بعد مع البصله او بعدها مفيش مشكله. طبعا. في ناس بتحب تحس طعم الكرفس اكتر في الشوربه فانت ده بتستعمليها بعد ما تكوني منزلاها مع البصل. طبعا. لو انت عاوزه النكهه تطلع معاكي بسرعه في الشوربه بتنزليها الاول مع البصله في الزيت قبل ما تنزلي الخضار. تمام. فاحنا هنا نزلنا البصل والكرفس والجزر والبسله والفاصوليا وعملنا البطاطس وقلبناهم كلهم وضفنا لها ميه سخنه زي ما اتفقنا او شوربه. تمام. هنقلبهم كده كلها مع بعض، ممكن نضيف لها زي ما اتفقنا طماطميه كده صغيره. تقلبيهم كده معاها او زي ما اتفقنا ممكن ما يكونش عندك طماطم تستعملي معلقه صلصه خفيفه. تمام. تمام؟ هنسيب ده كله ميكس كده مع بعض. وبعد كده نغطيها ونسيبها تستوي بالشكل ده.
كده احنا خلصنا دكتوره خلاص الشوربه هنسيبها تستوي مع بعض، ودي خلاص ممكن بعد كده تكون جاهزه ان احنا ننزلها في الطاجن. البطاطس زي ما احنا شايفين اهو مع اللحمه، خدت بس قلبه كده على النار عشان تساعدك في عمليه التسويه مع البطاطس واللحمه، وتاخد النكهه نفسها بتاعه الشوربه. طعمنا الملح والبهارات وكده بقت جاهزه، هنحطها في الصينيه وندخلها مع بعض او الطاجن بتاعك وتدخليها الفرن. عملنا الشوربه، عملنا البطاطس، هنستاذنكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا مع بعض مرة تانية في برنامج نقاش خاصة، وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل عملنا صينية البطاطس وازاي دخلناها مع بعض الفرن يا دكتورة. بس بتاخد تسوية شوية على النار. أيوة. عشان ما تاخدش منك وقت طويل على في الفرن. وعملنا مع بعض شوربة الخضار زي ما احنا شايفينها كده، بنسيبها تستوي كويس جدا عشان لما تتخلط تكون معاكي ناعمة. ممكن طبعا تاخديها بنفس الطريقة دي كده، وممكن تخلطيها أفضل، بتكون فيها ميكس حلو بالذات للاطفال اللي ما بيحبوش انواع معينه من الخضروات او الناس الكبيره، فبتبتدي تتخلط بتاخد طعم مختلف تماما يعني. تمام. احنا ممكن نديها دلوقتي بس التطعيم بتاعها، نديها شويه قرفه كده صغيرين، ناخد معاها شويه حبهان، فلفل اسود، ومعاها الملح، ونسيبها تستوي كويس جدا، بعدين هنخلطها في النهايه. طبعا هي كده بتكون مفيده جدا بالذات لو انا عندي اطفال ما الخضروات ما عندهم معاها اي علاقه. ممكن حتى انه انا العب في الطعم بتاعها زي ما قال الشيف محمد، انه ممكن اغير في نوع، بدل ما اعملها مع المويه اعملها مع اي نوع من انواع الشربات، فبتكون برضو بيكون نكهتها جميله جدا، وممكن انه انا اديها للطفل بتاعي ويستفيد من القيمه الغذائيه بتاعتها. كمان يا دكتوره عشان نطعمها اكتر وتكون لها فايده احسن، ممكن نضيف لها شويه عيش صغيرين نقطعه. تمام. سواء توست او العيش العادي قطعيه مربعات صغيره وتحمصيه في الفرن من غير اي ماده دهنيه. بيطلع معاك محمص بالشكل ده. بعد كده لما بتيجي تغرفي الشوربه بتضيفيها شويه عليها، الناس أيوه. الناس بتستمتع، او ممكن تحطيها جنب الطبق الجانبي اللي انت بتقدمي فيه. تمام. تمام كده احنا هنعمل مع بعض بقى كده فاضل العصير. عندنا العصير البنفسجي النهارده اللي هو طبعا يا جماعه مش لون بنفسجي انت بتحطيه، لا هو الاناناس لما بينزل مع الكركديه بيديك اللون البنفسجي، بس ما بعد ما بيقعد مثلا خمس دقائق كده. احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض، حبينا نعمله لكم النهارده بدري عشان تشوفوا اللون والشكل مع بعض. ممكن نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره ثانيه، وزي ما شفنا انا بس حطيت التلج يا دكتوره الكركديه بنكون ناقعينه كويس. طبعا. بعدين نصفيه وناخد معاه قطع اناناس كده بالشكل ده، تقطعيها وتنزليها عليه. اناناس بيتفاعل معاه دكتوره بيديله اللون البنفسجي. طبعا. ممكن نستغنى كمان عن السكر ونضيف عسل زي ما اتفقنا، باي حاجه انت بتحبيها. مع معلقه ميه ورد مثلا بتغيري، بس طبعا احنا عاوزين نحس بطعم الاناناس فما بنضيفش ميه الورد في العصير ده بالذات. تمام. نخلط كده مع بعض. العصير انتهى. احنا شايفينه طبعا اللون الورد دلوقتي. ايوه. بعد شويه مع التفاعل بيتم مع الاناناس بيتغير لونه. تمام.
طبعا النوع ده من العصائر مفيد جدا وصحي جدا، لانه فيه مكونين والاثنين اساسيات ومفيدات جدا بالذات في شهر رمضان. اول حاجه الاناناس غني جدا بالبوتاسيوم، حتى لو انا شربته في السحور او اعتبره كسحور لي بيكون مفيد جدا لي، بيساعد في قطع العطش. اما بالنسبه للناس للكركديه بالذات، الكركديه طبعا عنده فوائد برضه غذائيه عاليه جدا، انه اول حاجه بيساعدني بالذات للناس اللي عندهم عدم انتظام في ضغط الدم او ارتفاع في ضغط الدم، مفيد جدا لهم الكركديه البارد. اما ال سوري كنت عايزه اقول حاجه شكلي كده تلخبطت فيها. المهم انه عندنا الاناناس مفيد جدا وبيساعد في حرق الدهون بالذات للناس اللي بيتناولوا وجبات بتكون دسمه جدا في الليل، مفيد جدا لهم. مفترض انه هم يتناولوا الاناناس لانه بيساعد على حرق الدهون زيه زي الجريب فروت. يا دكتوره خلصنا مع بعض العصير. اللون طبعا يا دكتوره بعد شويه ببتدي لو لاحظتي بدا اللون يغمق، اللون يبقى بنفسجي، اللون بدا يتغير. فبعد شويه كل ما بتسيبيه بيفتح اللون بيبقى يكون لونه بنفسجي اكتر كمان. يعني لو استمرينا كده وشفناه في نهايه الحلقه، لو شفنا اللون دلوقتي كان لونه احمر وردي فاتح، بعد كده بدا يغمق، دلوقتي بقى يضغط للون البنفسجي. تمام. لكن في نهايه الحلقه هتلاقي لونه مختلف تماما، بقى اللون البنفسجي تماما. ده التفاعل بين الاناناس والكركديه. طيب. ما بتضيفي له طبعا التلج والسكر بيتفاعل برضو اكتر بيغمق ليك اللون احسن. طيب. تمام؟ تمام. عصير سهل وبسيط جدا وفي فايده طبعا زي ما الدكتوره اتكلمت عنه على الاناناس والكركديه، والاضافه طبعا لو ضفت كمان العسل النحلي بيكون ليه اضافه اكتر. ايوه. وميه الورد زي ما اتفقنا احنا ما بنحاولش نضيفها بالذات على الكركديه مع صنف ثاني عشان ما يكسرش الطعم، لانه بيغير لك طعم الاناناس تماما فيه. طيب. لكن اي اضافه ثانيه ممكن تضيفيها عليه. الكركديه طبعا من فوائده الكتيره جدا اللي اتكلمت عليها الدكتوره، ممكن نستعمله مع جميع انواع الفواكه، يعني ممكن نخلطه مره مع البرتقال، ممكن نخلطه مره مع التفاح، ممكن نخلطه مره مع الموز، كل دي انواع عصاير جربوها برده ان شاء الله تطلع معاكم ناجحه جدا، بس احنا دايما بنديكم الحاجات اللي ممكن للاطفال او تكون حاجه جديده في المنزل معاكي. تمام. تمام. طيب كمان يا شيف محمد، اليوم القيمه الغذائيه للنوع ده من العصاير طالعه من كل كوب، اللي هو الكوب بيديني من 200 ل 220 مل، ده بكون اكثر حجم للاكواب. بيديني من السعرات الحراريه 117 سعر حراري، كمان من الدهون 0.2، يعني يعتبر انه ما فيه دهون خالص. بالنسبه للكربوهيدرات 28 جرام، البروتين 0.1 برضه يعتبر انه ما فيه بروتين، نسبة عالية. النوع ده من العصائر زي ما قلت لكم انه هو بيكون مفيد جدا وصحي جدا لكل الفئات العمرية، بالذات للناس اللي بيعانوا من ارتفاع في الكوليسترول، يا ريت ان يحافظوا او يداوموا على النوع ده من العصائر. ان شاء الله يا دكتورة. دايما يا دكتورة بنتكلم كمان كل حلقة بحاول اوصل لهم معلومة ان لازم يكون في حاجة دافية بتخش المعدة مع الصيام. احنا دايما بنقول الشوربة، هل في حاجة تانية ممكن تنفع معاهم غير الحاجة الدافية اللي ممكن تكون شوربة مثلا؟ طبعا. ممكن مشروب ساخن مثلا يشربوه؟ طيب هو أي حاجة مفترض هي تكون دافية، يعني أي حاجة باخذها هي مفترض تكون دافية، لكن إذا احنا مشينا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ناخذ البلح معاه والموية، والموية تكون بدرجة حرارة الغرفة، ليه؟ لأنه عشان ما نأذي المعدة، طبعا أي حاجة باردة بتأذي المعدة، بتعمل لي مغص، بتعمل لي الام في المعده، فيا ريت انه انا ابتعد عنها. اما البلح فبيعتبر السكريات اللي فيه بتكون مفيده جدا لجسم الانسان، لانه الانسان بيكون طبعا طول فتره النهار هو صايم ما تناول اي حاجه، فبكون محتاج لنسبه من الطاقه. يعني انا لو مشيت تناولت البلح ومعاه المويه وبعد ذاك مشيت صليت المغرب وجيت راجع عشان اتناول الوجبه بتاعت الافطار بتاعتي، حلقه روحي انه انا قادره اتناول احسن، بالعكس ما حاعاني من الالام اللي هي بتجيني في المعده، ما ححس بالدوخه والخمول اللي هو بعد الفطور، لا بالعكس كده انا بكون صحيه جدا وبكون نشيطه وبقدر انه انا اواصل حياتي او باقي يومي بدون اي خمول. وكمان احنا عملنا لهم يا دكتوره قبل كده صنف بالحليب، يعني ممكن البلح ده نفسه. أيوة. ناكله بالحليب الساخن برده بيكون دافي المعده، حاجه دافيه بتخش المعده بتكون كويسه جدا يا جماعه، بالذات بعد فتره طويله جدا ما فيش حاجه بتخش المعده. ايوه. فانت بتستقبليها بحاجه دافيه تدفي لك كمان المعده، وبعد كده تبتدي تاكلي زي ما الدكتوره قالت بعد الصلاه مثلا ربع ساعه بتكون حللت الصيام، بعد كده بتبتدي تاكلي اي اكل انت عاوزه. كمان يا شيف محمد هسه حاليا انت ذكرت الحليب مع البلح، بيكون مفيد جدا بالذات في السحور، بيقطع عليه العطش في نهار رمضان، يعني بيكون مفيد جدا وبيساعدني انه ذات وزني ما يزيد. انا اليوم في الروشته الغذائيه اتكلمنا عنها، لكن اول حاجه عندنا اتصال من ام براء، نتكلم معاها ونقول لها مساء الخير عليك يا ام براء. مساء النور عليك يا دكتوره روعه. كيف انت كويسه؟
والله الحمد لله، رمضان كريم عليكم. الله اكرم، كيف انت كويس؟ متفضل على خير. الله يكرمك يا رب. كيف المباراه؟ تمام شيخ محمد. الله يخليك، تسلم يا رب، كل سنه وانت طيبه. رمضان كريم عليك. الله يخليك، تسلم يا رب، رمضان كريم علينا جميعا يا رب. تسلم. تفضلي يا مباراه، اي سؤال؟ طيب انا دايره وصفه المنين. المنين؟ حاضر. أنا وعدتكم طبعا الأسبوع الجاي ده إن شاء الله هنبتدي نعمل حاجات العيد كلها، أنواع الكعك وأنواع المنين، الملفوف، الخبايز، البتفورات. انتظرينا إن شاء الله من الأسبوع الجاي ده هنبتدي نشتغل بقى في حاجات العيد إن شاء الله. جهزوا بس الخامات والحاجات جنبكم عشان تعجنوا معانا إن شاء الله وإحنا معاكم على الشاشة. إن شاء الله. إن شاء الله مباراة. حاضر إن شاء الله. تسلم يا رب. طيب كمان قبل ما كنا نتكلم عن براء كنا نتكلم عن الروشتة الغذائية، من الليلة كان بنتكلم عن شنو أو محتواها شنو. اليوم الروشتة الغذائية بتتكلم عن عدم تناول الوجبات الدسمة خصيصا في فترة السحور، لأنه في ناس كثير طبعا بفكر أنه خلاص السحور أنا بكرة صايم بقوم بتناول كميات كبيرة من الوجبات وبتناول أصناف كثيرة ومنها بتكون أصناف دسمة جدا، فالحاجة دي بتأذي المعدة أكيد، وهي بتأدي لي للتاني يوم أنه أنا بكون عندي زيادة في الوزن اول حاجه، وثاني حاجه انه انا ثاني يوم اكيد حاشعر بالجوع وبالجوع والعطش الاثنين. ليه؟ لانه الوجبه الدسمه بتحتاج انه زول يشرب كميات كبيره من المياه، وانا طبعا حكون صايمه بالعكس حكون حاسه انه انا عطشانه اكثر، غير ذاك انه انا حلقى وزني بعد رمضان زايد جدا جدا وحتاج انه وحتعب عشان اقدر ان ارجع للوزن اللي انا كنت فيه. فياريت دائما بالذات وجبه السحور ما نكثر من الاصناف فيها وتكون حاجات خفيفه عشان تكون صحيه لجسمي. ان شاء الله يا دكتوره. طبعا احنا بنتكلم ومتابعين برضو الشوربه دكتوره، انا عاوز الخضار يستوي كويس جدا عشان في الخلط يكون معاكي ناعم وسهل. تمام. البطاطس طبعا بتديك قوام والجزر بيديك قوام للشوربه، فانت بتضيفي شويه الشوربه وتخلي شويه زياده برضو بره عشان القوام اللي انت عاوزاه تقدري تخلطي بيه بعد، ممكن بعد ما تخلطي تخففيها شويه بشويه شوربه بس تكون متصفيه طبعا. تمام. الانواع كتيره يا جماعه جدا بتاعت الخبايز والحاجات العيد، خلاص كل سنه وانتم طيبين، العيد قرب زي ما المباراه قالت لنا دلوقتي، احنا عاوزين نجهز خاماتنا، جهزي السمنه الزبده او الزيت بتاعك على حسب ما انت بتقدر تشتغل. احنا هنديك وصفات متعدده جدا بكل انواع المواد الدهنيه، هنشتغل مع بعض برضو بكل انواع الدقيق مفيش مشكله. الاهم حاجه الوصفه يا جماعه، الكوب او الحاجه اللي انت بتشتغلي بيها نفس اللي احنا بنعمله، يعني بننصحك دايما الكوب المعياري اللي انت لو ما عندك تشتغلي كل حاجه بنفس الكوب اللي احنا بنوريكي بيه. ليه؟ لان عشان الحاجه ما تطلعش معاكي، لان في كوبايات كبيره احنا مثلا مدينك معيار بيض او معيار نص كوبايه سمنه، فبص تلاقي المعيار مختلف تماما لان الحجم الدقيق ده نفسه زاد ما كوبايه العاديه. طبعا. فحاولي دايما حتى لو ما عندك المعايير زي بنسهلها ليكم بالفنجال او بتاع الشاي العادي، تعايري معانا بنفس المعيار عشان تطلع معاكي العجنه مظبوطه وسهله، سواء البسكويت او المنين، العجوه، الكعك، البتيفورات، الخبايز، كل الانواع دي هتكون سهله معاكم ان شاء الله السنه دي في رمضان تقدري تعمليها. وبرضه عاوزين ابداعاتكم كتيره جدا، عاوزين عارفين طبعا يا دكتوره ان في ناس مبدعه كتير جدا في المجال ده. اكيد ايوه. تمام؟ احنا بس بنديكم الافكار بسيطه وانتم ان شاء الله تبدعوا اكتر واكتر. احنا كده دكتوره خلاص يعني العصير زي ما حضرتك شايفه اللي شايفه اللون بدا يقلب اللون البنفسجي الغامق ما بقى الاحمر. هي بعد شويه كل ما بتسيبيه طبعا في الثلاجه كل ما بيغمق اكتر بيبقى لونه بنفسجي غامق يعني. تمام. لان نسبه الاناناس حتى لو حطيتها بسيطه بتتفاعل مع الكركديه بتقلب اللون البنفسجي ده. تمام تمام. طيب كمان شيف محمد، الشوربه اليوم احنا ما تكلمنا عن القيمه الغذائيه بتاعتها، اليوم برضه القيمه الغذائيه طالعه من كل كوب واحد، كل كوب من الشوربه بيديني من السعرات الحراريه 98 سعر حراري، وكمان من الكربوهيدرات 12، الدهون 4، البروتين 4 زي ما عارفين هو معمول فيها الفاصوليا وهي تعتبر مصدر من مصادر البروتينات، وكمان الكربوهيدرات اللي هو بنلقاه في الجزر والبطاطس. الدهون طبعا نلقاها بسيطة. ليه؟ لأنه احنا أساسا عملنا فيها مادة دهنية بسيطة جدا، ودائما يا ريت نحاول قدر الإمكان إنه المادة الدهنية بتاعتنا تكون نباتية عشان تكون مفيدة وصحية لجسمنا. طيب يا دكتورة نبص مع بعض كده على الصينية. طبعا يا دكتورة الصينية دايما حاولي تجمليها بقطع طماطم كده خفيفة، شرايح فلفل، تديها معلقة سمنة أو زيت صغيرين من فوق عشان تحمر معاك من الفرن وتكون ناشفة معاك شوية. ما بنصح إن أنت تضيفي نسبة شوربة كتيرة عشان تستفادي أكتر من القوام بتاع البطاطس واللحمة، تقدري تغرفيها بطريقة سهلة ما تكون مطبوخة عادية. أيوة طبعا. تمام.
طيب الطاجن العمل الشيف محمد برضه ما ينفع انه انا اتناول في السحور لانه شويه بيكون ثقيل على المعده، وزي ما قلت لكم قبل شويه انه مفترض الوجبه بتاعت السحور تكون خفيفه جدا، ما اتناول كميات كبيره او حاجه دسمه عشان ما تاثر معي ثاني يوم. بكون عطشانه وبكون حاسه روحي اني لسه انا جيعانه ومحتاجه اكل كميه اكبر. فطبعا ده بكون بس من الهلع بتاع رمضان انه انا الفتره دي كلها بكون صايمه، لكن يفضل انه نتناول حاجات خفيفه جدا. طب يا دكتور احنا هنبتدي نرجع نخلط مع بعض الشوربه ونطلع مع بعض صينيه البطاطس، لكن استاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظروا. بعد مره ثانيه في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وزي ما شفنا بالفصل يا دكتوره سيبنا الخضار طبعا يستوي كويس جدا، بعد كده خلطناه ونبتدي نضيف له بقى قطع الكرتونه او العيش المحمص زي ما احنا قلنا كده، احط له قطعه ليمونه كده صغيره بالشكل ده، يبقى كده الشوربه بتاعتنا جاهزه خلاص بالشكل ده. شوربه سهله يا دكتوره، فيها مكونات كتيره جدا وعديده، وحته الخلط دي بتسهل على ناس كتير ان هم ما بياكلوش اصناف معينه فمش هيحس بطعمها بالتالي في الشوربه، فانت بتفيديهم بقيمه غذائيه اعلى وفي نفس الوقت بطريقه جديده وحلوه بالنسبه لهم. طبعا قبل كده اتكلمت كتير عن انه مفترض في كل وجبه يكون عندنا قطعه من الليمون، ليه؟ لانه بيكون مفيد جدا وصحي جدا، حتى لو انا عندي جبت اكل من برا انا حابه اتناوله يا ريت اعمل فيه عصره بتاعه ليمون، ليه؟ لانه الليمون بيساعد على قتل الميكروبات والجراثيم اللي هي بتكون مؤذيه وبتؤدي لي للتسمم الغذائي، فيا ريت انه هي عصره بسيطه او حته بتاعه ليمون حتخلي لي انه الاكل بتاعي يكون صحي جدا وابقى انه انا اتفادى كل التسمم او كل التلوث اللي انا حاخده من الوجبه بتاعتي. طيب شيف محمد الطاجن انتهى؟ خلاص انتهت يا دكتوره. خليك احسن كده. كده الطاجن يا دكتوره جاهز. طاجن البطاطس عملناه مع اللحم النهارده وضفنا له طبعا زي ما شفنا في النهايه كده شرايح طماطم خفيفه، شرايح فلفل، حبيت طبعا تطعميه شويه بنكهه حلوه، معلقه سمنه على الوش وتدخليه الفرن يستوي كويس. طبعا بعد ما بتكوني اديتي له نص تسويه على النار عشان ما ياخدش معاكي وقت في الطاجن في الفرن. لو ملاحظين الصوص بتاعه بيكون خفيف جدا يا دكتوره لان احنا عاوزينه زي نظام الطاجن، ما عاوزينه طبخه فيها صوص كتير. تمام. عملنا مع بعض شوربه الخضار المضروب كمان بطريقه جديده، ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم. والعصير زي ما احنا ملاحظين اهوت، قلنا لنهايه الحلقه هيكون لونه بنفسجي داكن زي ما احنا شايفين كده، كان الاول لونه احمر لون الكركديه لكن بعد كده اتقلب مع ايوه لون بيجا بنفسجي. ايوه بنفسجي خلاص. تسلم يدك شيف محمد على الطبقه الجميله، وتسلموا انتم كمان على متابعتكم لينا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه. زي ما عودناكم دائما في ختام كل حلقه بنقول لكم في امان الله.